السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده المرحلة الثالثة من الكود بتاع ميوزاندا ده اللي صدر في 2019. هو صدر قبل كده بس ده في الابديت بتاعه قبل 2019. بيتكلم عن ال LOD. ايه هو ال LOD؟ كان في اختلاف كتير ليفل اوف ديفلوبمنت او ليفل اوف ديتيل. دلوقتي خلاص الباص 1092 اتلغى وبقى الايزو 19650، فخلاص هو بقى ليفل اوف ديفلوبمنت. وجواه حاجه اسمها موديل اليمنت اوثرنج اللي هي الام اي اي، اللي هي ايه ال او دي، يعني كل شويه بطور في الموديل درجه النضوج بتاعه الموديل دي. في الاول بنعمل حاجه بسيطه، وبعد كده لما بناخد ابروفل على حاجه بسيطه دي من التفاصيل اكتر وتفاصيل اكتر. موديل اليمنت اوثرنج هي عباره عن بحدد مين اللي عمل الجزء ده من الموديل، مين المسؤول عن المشاكل اللي ممكن تحصل فيه. ممكن يكون مثلا الجزء الإنشائي معمول بشركة، وجزء مثلا الحديد معمول بشركة، جزء المعماري كان شركة في شركة فيه. فكل جزئية مين اللي عاملها بيبقى عبارة عن اليودمية. بعد كده ناخد أبروفل من 200 300، في 350 دلوقتي، 400 500 600. بيبقى عبارة عن الابديت في الجرافيك موديل. الموديل بتاعنا ممكن في الاول يبقى مستطيل بسيط، وبعد كده نحط فيها تفاصيل اكتر ويظهر معانا ان هو مثلا ميكانيكال اكويبمنت والمعلومات نفسها اللي هتبقى موجوده جواه. ليفل اللودينية ده بيبقى فيه بس ايه الشكل او ان هو موجود هنا بس، ما تقدرش تقيس منه، ما تقدرش تاخد منه السايز او الابعاد. في ال LOD 200 خد منه الحصر والسايز واللوكيشن. ال 300 خلاص ده دي لوح ال خلاص فيها التفاصيل بتاعت الديزاين سبيسيفيكيشن. ال 350 هي بين ال 300 و 400 بيبقى فيها تفاصيل اكتر للناس اللي شغاله في الموقع. ال 400 بيوضح الحاجه تركب ازاي. ال 500 ده الاسبلت، الحاجه اللي هي اتنفذت في الموقع هتبقى عامله ازاي، اشترينا خلاص الحاجات وحطيناها وبيبقى فيها تفصيل. ال 600 ده اسمها فاسيلتي مانجمنت، فيها تعديلات و و و، فبنسميه ال او دي 600. طبعا الكلام ده مش خاص بالكود النيوزيلاند، دي كل الاكواد بتاعت البيم شغاله بنفس الفكره ونفس الطريقه ونفس المعلومات.